السلام عليكم، أنا حمزة. اليوم نشرح آخر ديب دايف عندنا بالكورس بخصوص الإكزامينيشن، هالمرة الموتور سيستم إكزامينيشن. هذه من المحاضرات اللي التطبيق بيها أهم النظري، يعني موجودة هي بالأوسكي محطة بوحدها، يعني عليها فد 10 إلى 15 درجة، بينما بالفاينال جزء يجي فد MCQ وين أو ثلاثة بخصوص الابنورمالتيز اللي قد تلقاها هذين الفحوص، وكلش مكررة، ويعني راح نحلهم بالأخير وراح تعرف ايش قد سهولة هذه الأسئلة. والطريقة المثلى لتحقيق أقصى استفادة من هذه المحاضرة برأيي أنه تتبع التايم ستامبس اللي أنا مسويهن، فمع كل تايم ستامب توقف الفيديو تروح تطبق على أي واحد تشوفه قدامك، بعدين ترجع تكمل الفيديو، لأن قلت لك العملي هنا أهم بأضعاف من النظري. فيلا إيه سمي واتبعني. أول شيء إذا نبدي ويا الموتور سيستم، فإحنا لازم نعرف أنه عندنا upper motor neurons و lower motor neurons. من الكورتكس إلى حد الاسبينال كورد هذا هو الأبر، من الانتيريور هورن مع الاسبينال كورد إلى حد المسلز هذه هي اللور موتور نيرونز. عن طريق هذه المعلومة راح تعرف الإصابة هي أبر أو لور. ومعلومة قلتها بذاك الفيديو راح نبقى نتمسك بها اليوم، إنه لما الإصابة تكون بالأبر موتور نيرونز راح نخسر الانهيبيتوري فايبرز، زين هذه الموديليتنج انهيبيتوري فايبرز اللي تنزل، فاللور موتور نيرون راح تكون يعني تشتغل براحتها، تشتغل بدون ما واحد يضبطها ويضبط إيقاعها، بينما إذا اللور موتور نيرون انصابت فكأن المعلومات بعد ما تجي للعضلات، والعضلات يعني تكون فلاسد وراخية ومرتخية، ويعني ما تقدر تقوم بواجبها الطبيعي. فخلينا ناخذ جدول ناخذ نسوه نفهمهن هذني الأبر والموتور نيرون ليجنز. بالأبر موتور نيرون ليجن تلقى السباستيك باراليسيس. الاسباستيك يعني كأنه خشبة، كأنه الإيد أو الرجل خشبة، وهذا يعني من الانهبيشن اللي فقدناه بسبب الأبر موتور ليجن، لأنه من فقد الانهبيشن اللور قامت يعني تتقلص وتطي فايرينج بدون أي ضابط، فيعني صارت الإيد خشبة لقد ما صار بها يعني كونتراكشن. بينما لو تشوف اللور لا تشوفه فلاسيد باراليسيس، يعني باراليسيس راخي مرتخي ما العضلة أصلا ما تجيها معلومات. النقطة الثانية هي الهايبر ريفلكسيا اللي نلقاها بالأبر موتور نيرون. أكيد الريفلكس تزداد لما ماكو انهبيشن، زين؟ إحنا كل هذا الجدول كله يعتمد على معلومات إنه الأبر ينطي انهبيشن. تخيل إنه أنت مرات تضرب واحد وبعدين يعني تلزم إيدك عنه وما تضربه، فهذا شغل أبر موتور نيرونز، هذا شغل كورتكس، يعني يمنعك من أن تتصرف تصرفات فوق مشاعرك البدائية. فلهذا يعني الأبر مسؤول عن الانهبيشن، فلما ماكو انهبيشن راح يصير عندي هايبر ريفلكسيا. الرفلكسات يعني تكون بشكل مبالغ به، أما باللور فيكون بالعكس أي رفلكسية ماكو أي رفلكسز. هذا أيضا مبرر يعني لأنه اللور موتور نيرونز ما تشتغل، العضلة فلاسد شلون تتوقع من عندها أنه تكون بها رفلكس. البابينسكي ساين هذا أيضا أحد الرفلكسات اللي نلقاها على راحة القدم لما تشخط بها فتشخط يجيب مفتاح دمبوس يعني، وتشوف انه الاصابع ترتفع لي فوق، يعني الاصابع المفروض عادة تنزل لي جوا بس بالابنورمال ترتفع لي فوق، فلما ارتفعت لي فوق هذه بوزيتيف بابينسكي ساين او بابينسكي ساين بريزنت، وهذا يكون بالأبر، باللور ما يكون موجود. بالأبر شلون تحفظه؟ انه بابينسكي ساين الاصابع ترتفع لي فوق، فلما ارتفعت لي فوق كأنه هي تأشر لك انه هذا أبر موتور نيورون. نفس الحالة بالنسبة للمسل تون يزداد بالأبر، أما باللور فنلقى فشي اسمه فاسيكليشنز، والفاسيكليشنز هي كونتراكشنز تصير يعني بمنطقة محدودة جدا من المساحة الشاسعة اللي موجودة يعني بمساحة تخطيط اللور موتور نيرون. وليش تصير هذه؟ يعني لأنه العضلة صار الهواية ما بيها كهرباء، شايف؟ فيعني إحنا هسه من ما عندنا كهرباء شو نروح نسوي؟ نروح نحاول نجيب مولدة ونحاول نشغل على قد يعني الشمعات والبنكات وكذا. فنفس الشيء باللور موتور نيرونز، لأنه الكهرباء طافية ولأنه أصلا العضلة فلاسد وكذا، فيضطر الجسم يعني يحاول يسوي فد ميكانيزم يخلي فد كونتراكشن، يحاول يدفعه يسوي فد كونتراكشن معين في سبيل أنه يتحرك، بس هو ما راح يفيد يعني. وهذا يكون باللور ما يكون بالأبر، لأنه اللور العضلة قلنا هي تكون فلاسد وما بها أي تون، بينما بالأبر ما نلقى الفاسكليشنز، لأنه هي العضلة already ما بيها inhibition، فبعد ليش تحتاج تسوي فاسكليشنز؟ هي بالنسبة إلها هذه العضلة تستلم إعازات أصلا زايدة عن اللزوم، فليش أجي أشغل مولدة من جديد؟ الكلاسب نايف رفلكس راح نحكي عليه بوقته. عندك الأبر واللور بيهن شغلة مهمة أيضا، إنه أكو disuse atrophy of muscles بالأبر، أما باللور فأكو atrophy عيني عينك.
الفرق بيناتهم شنو؟ يعني بالأبر من فقدنا الانهبيشن، هذا يعني انه العضله قلنا اوكي تقدر تشتغل، يعني تقدر تسوي كونتراكشن لانه ما بيها انهبيشن. بس المشكله شنو؟ انه صح سوت كونتراكشن بس الشخص ما يقدر يستخدمها، ما يقدر يستخدم ايد اذا تسوي كونتراكشنات بدون انهبيشن، يعني تبقى سباستيك وقاعده يعني حاطها على جسمه زين، ما يقدر يشتغل بها. فعدم شغله بهذه العضلات راح يسوي لنا اتروفي اسمه ديسيوز، يعني لانه ما يشتغل، ما يشيل بي شيء، ما يقدر يحركه، فهذا يسوي بي ديسيوز اتروفي. هذا ديسيوز اتروفي حتى يصير مثلا من شخص يتشبس ايده، تنكسر ايده وتشبس، فهذا يصير بي ديسيوز اتروفي. اما باللور فيصير اتروفي عيني عينك، لانه اصلا ماكو اي اعازات توصل، لانه اللور مضروب ماكو اي اعازات، العضله فلاسد، فأتروفي كامل. مو بسبب الديسيوس فقط، هو أوكي مدى يستعملها ديسيوس، وأيضا بسبب أنه مدى تجيها إعازات، ما يجيها فت عصب يغذيها بالمعلومات. النقطة الأخيرة large area of body involved بالأبر، يعني شايفة لو واحد يصير فيه ستروك تشوف أنه مثلا إيده اليمنى ورجل اليمنى كلها تكون مضروبة زين، فالأبر يضرب هواي أشياء، بينما اللور لا، تكون يعني small area. لانه اللور شنو؟ اللور هو يعني نيرف محدد، يعني مثلا راديال نيرف، ميديان نيرف، ألنر نيرف. مثلا الراديال لما انضرب راح تشوف انه صار هذا الريست دروب، فيعني نادر ما تلقى شخص عنده راديال وألنر وميديان نيرف بالسي كلهن سوا، لا تلقى يعني انه عنده مكان محدد، لانه اللور ينضرب بضربه محدده على مكان اللور موتور نيورون. بالنسبة للبيزل جانجليا ليجنز، فالبيزل جانجليا ليجنز تسوي شغلتين، يا أما تسوي حركات بطيئة جدا، وهذا كلنا نعرف الباركنسونزم، أو تسوي مثلا الباليزم. الباليزم هذا إذا تذكرون بالنيورو أخذنا بالثاني الهيمي باليزم، إنه الموفمنت اللي تكون كلش قوية وحركة لمب كامل، يعني الجوينتات الكبيرة تتحرك بعنف كبير، هذا بسبب شنو؟ بسبب أيضا بيزل جانجليا ليجن. ليش؟ لأنه يصير إذا تذكرون بالسبثالاميك نيوكلياي، والسبثالاميك نيوكلياي كانوا يعتبروها من البيزل جانجليا، فيعني البيزل جانجليا يا أما تسوي سلو موفمنت مثل الباركنسونزم، هذا كل الشائع يعني ماكو فضل إنه تحفظه، بينما الشيء اللي ممكن يغيب عن البال إنه يسوي اكسسيف موفمنت همين بحالات الباليزم زين. الاسكيما اللي يقترحها ماكلاود بالموتور سيستم اكزامينيشن هي هذه السطور اللي كاتبها. اول شيء نسوي اسسمنت للستانز اند جيت، ونسوي انسبكشن وبالبيشن للمسلز، بعدين ناخذ التون، بعدين الباور، بعدين الريفلكسز، وبعدين نسوي الكوردينيشن. هاي السكيما راح تتكرر بالابر لم وباللور لم، نفس هذه الخطوات راح نسويها. بالتشيك ليست بالابر موتور نسوي شنو؟ بالأبر موتور نيورون مقدم الرفلكسز على الباور، وباللور موتور نيورون مقدم الباور على الرفلكسز. المشكلة هاي التشيك ليست أنا مصورها بيدي من هذه السنة، يعني ما أتصور أنه راح يوزعون تشيك ليست جديدة للدكاترة، فلازم نتبعهن حرفيا. وحتى تحفظ أنا سويت فدنمونك، يعني أنه التندن هامر اللي تسوي بيه رفلكسز راح تستخدمه بالإيد أول شيء زين، أما بالرجل فتستخدمه آخر شيء، لانه اكيد انت شلون تلزم التندن هامر، اكيد تلزمه بيدك ما تلزمه برجلك. فيعني لما تفحص ابر موتور قدم الرفلكسز على الباور، لما تشرح لور فقدم الباور على الرفلكسز. فاذا بدينا حسب السكيما اللي اقترحها ماكلاود، ماكلاود قال لي اول شيء سوي اسسمنت للستانس والجيت، ويعني اهم ثلاث اشياء بالستانس اند جيت هن المشي مال باركنسونزم زين اللي خللها بالبيزل جانجليا، والمشي مال اتاكسيا اللي يصير بيها خلل بالسيريبلم، والمشي مال ستروك هذه اللي يعني كأنه يمشي بقوس ويا رجله اللي يسموها هيميبليجيك جيت. هذه أهم ثلاث جيتات يعني موجودة زين. أول شيء بالتشيك ليست سيلف انتروديوسينج جريتينجز وكذا، تجي من جانب الأيمن، تسوي اكسبوجر اوف بوث ابر لمبس، فتطلب من الدكتور أنه تسوي اكسبوجر لللمبس، يعني طلبك لهذه النقطة على درجة كاملة. وراها يلا نجي للانسبكشن. بالانسبكشن نشوف اكو مسل ويستنج، اكو فاسيكوليشن، اكو تريمر، اكو بوستر، بس ناخذهن واحده واحده. وبالمناسبه انا اقترح نضيف لهن السيمتري، السكارز، الديفورميتيز والابنورمال موفمنتس، وهسه راح احفظكم اياها بطريقه سهله، لانه كل شيء حرفيا بالامبريشن اللي يصير على الدكتور اول بدايتك للاكزامينيشن. فلما انت تبدي وتذكر له ثمان اشياء موجوده بالإكزامينيشن، ساعاتها يعني أعتقد حققت جزء كبير من أنه هذا الدكتور حتى لو غلطت باقي الأشياء، حتى لو شافك تسوي تكنيك غلط راح يعرف أنه أنت قاري. هذه قصة سويتها ويا نفسي حتى أحفظ الأشياء اللي مطلوبة من عندنا بالإنسبكشن. أكو مرة واحد اللي هو أني
رحت أسبح بواسط، ما أدري واسط عندهم نهر ما متأكد، بس يمكن أبيهم دجلة أي. فهناك أثناء السويمينج مالتي اللي كان بواسط نص السباحة انضربت بفسيلة، يعني هذه الفسيلة مال النخل يعني الظهر ما كانوا شايليها من النهر، فلما انضربت بيها صار عندي سكارز، صار عندي ديفورميتيز، وصار عندي abnormal movements. فهسه نرجع للتشيك ليست والاشياء المطلوبه من عندنا. عن شنت سويمينج ان واسط، السويم قريبه على السيمتريكال، الحروف مالتها سويم سيمتريكال، فاول شيء نفحص السيمتري مال المسلز، وبعدين كنت اسبح بواسط، فالواسط دبليو اي اس تي ويستينج نفس حروف الويستينج، فتفحص السيمتري والويستينج. واثناء السباحه انضربت بفسيله، فسيله قريبه على فاسيكيليشن، فتفحص الفاسيكيليشن، وصار عندي شنو بعد ما انضربت اكيد يعني راح يصير عندي سكارز، راح يصير ديفورميتيز، وبعدها قمت اشخبط صار عندي ابنورمال موفمنتس. والله بالنسبه لي حفظتني كلها من خلالها، يعني انه السيمتري، الويستينج، الفاسيكيليشن، السكارز، الديفورميتيز، والابنورمال موفمنتس اللي منها التريمرز اللي ايدك تكون ترجف. فان انت اول شيء تشوف البوستشر مثل ماكلاود، تسوي اسسمنت له اذا كان اكو مال باركنسونيزم، اذا هيميبليجيك، او اذا اتاكسيا، بعدين تذكر قصتي لما كنت اسبح بواسط راح تتذكر باقي الاشياء. فسناخذ وحده وحده. المسل بالك قلت لك انه بالابر لوب اللور يصير اكثر شيء المسل بالك فقدانه، نفقدها اكيد باللور لانه فلاسد وكلش ما تشتغل. بالابر نفقدها بس قلنا يصير عندنا ديسيوس اتروفي لانه ما تشتغل، هي صح بيها اشارات صح ما بيها انهبيشن بالابر، بس لانه ما تشتغل والشخص ما يستفاد من عندها، هي سباستيك يمه، فالدماغ يقرر انه هذه عضله ما تستحق نصرف عليها موارد. فاذا تنسيل اي المسل بالك اتروفي اكثر ظهورا تقول له باللور. فهذه واسط خلصت، السويمينج اللي صار بواسط السويم قريب على السيمتري، فنفحص السيمتري. اذا كان اكو اختلال بالمسل بالك فاكيد يعني راح يصير عندنا السيمتري. زين، فهذه هي النقطه الثانيه، يعني السيمتري معتمده على المسل بالك ومعتمده على الاتروفي. ثالث نقطه قلنا انضربت بفسيله، فالفسيله هي فاسيكوليشن، وقلنا الفاسيكوليشنز يعني فيزيبل الريجولار تويتشز، يعني تصير باللور موتور نيرون، قلنا لانه اصلا هي فلاسيد وما بها اي اشاره، فكانه تجيب مولده يمها وتحاول يعني جسم يجيب مولده صغيرونه يمها يحاول يشغلها بس يعني ما راح تشتغل. واهم ملاحظه بالفاسيكوليشن انه they are seen not felt، يعني ما تقدر تحط ايدك عليها وتحسها، بينما فقدت تشوفها حالها حال الجي بي بي. واكو بناين فاسيكوليشنز خصوصا ممكن نلقاها بالكالفز. زين، او مثلا اكو شيء اسمه مايوكايميا. المايوكايميا هذه اللي تصير يم العين بالاوربيتالس اوكيلي، شايف مرات انت تتعب وتحس انه عينك تقوم يعني ترمش من كيفها، يعني مو الرمشه الاصليه، فيعني هاي يسموها مايوكايميا. وماكلاود يقول يعني هذا شيء طبيعي وريرلي باثولوجيكال. شكرا ماكلاود، يعني دائما تصير بيها. قلنا وراها انضربت بالفسيله صار عندي شنو، صار عندي سكارز ديفورميتيز، يعني تشوف اذا اكو سكارز ديفورميتيز ولا نو سكارز نو ديفورميتيز. وراها تشوف اذا اكو ابنورمال موفمنتس. واحدة من الابنورمال موفمنتس هي المايكلونيك جيركس، وهي سادن شوك لايك كونتراكشنز بالمسلز، يعني كانه يضربوك بصاعق كهربائي. فهذه واحدة من الابنورمال موفمنتس اسمها مايكلونيك جيركس. اكو شيء اسمه هيبنيك جيركس، هذا يقول لك يصير بالهيلثي بيبل لما ينامون، شايف لما تنام تحس نفسك لتوقع من مكان بعيد، او تحس نفسك انه تريد تتحرك بالحلم بس ما تقدر تتحرك. زين، فهذه وسيله الجسم يعني او الدماغ يطبقها عليك حتى يعني ما تتحرك اثناء الحلم وتاذي نفسك يعني. وهم صايره بي، وشكرا ماكلاود انه مو باثولوجيكال. وراح نشوف التريمرز اللي هي انفولنتري اوسكليتوري، يعني حركه اهتزازيه غير اراديه، وتكون يعني بسبب الكونتراكشن والريلاكسيشن اللي يصير بالمسلز. عندنا هواي اشياء من التريمرز، ويعني إراد نعرف الامبليتيود والفريكوينسي مع كل واحدة من هذه. أول نوع من التريمر اللي هو الفيزيولوجيكال تريمر أو نسميه الفاين تريمر. زين، هذا يكون لو امبليتيود بس شنو الهاي فريكوينسي بي، يعني هو فاين لأنه لو امبليتيود، الامبليتيود مالته قليلة يعني الانتنسيتي مال الحركة قليلة، بس الفريكوينسي مالتها عالية.
احنا مو قلنا الترامر هو كونتراكشن وريلاكسيشن بالمسل، فهالقد ما الفريكونسي عاليه انت يعني تشوفها يعني كانه مستقره بمكان واحد، هالقد ما الكونتراكشن ورا راسا ريلاكسيشن، كونتراكشن ورا راسا ريلاكسيشن، هالقد ما الالترنيتنج بتوين ذيس تو كلش سريع، فانت تشوفها فاين، تشوفها انه بمستوى واحد، وما تشوفها انه مثلا دا يسوي هوسه وخربطه بالمكان، مجرد يعني تشوفها فالتريمر نازك. فهذا يعني ان الفريكونسي مالته عالي، هذا الفاين تريمر. التريمر هذا قد يكون يعني فيزيولوجيك، قد يكون يعني بسبب الهايبرثايرويدزم، بسبب الاكسس ثايرويد او الاكسس الكحول او كافيين، هذول الناس هم تصير عندهم، او مثلا اللي عندهم بيتا اجونست برونكو دايليترز هم يسوي لهم فاين تريمر. اكو شيء اخر اسمه اسينشال تريمر، وهذا الموست كومن باثولوجيكال كوز اوف تريمر. يعني الفاين تريمر قد يكون مو باثولوجيكال، يعني حتى مثل البرونكو دايليترز القهوه وكذا ممكن مجرد منعهن ما تستمر وياك، اما الاسينشال تريمر فلا، يعني ممكن يستمر وياك وهو باثولوجيكال، وغالبا سيمتريكال يعني بالابر ليمبس بالمكان اللي يصير بالايد اليمنى وبالايد اليسرى، مرات يتضمن الهيد والفويس زين، ونلقاه يعني اون بوستشر اند وذ موفمنت، يعني هذا كاينتيك تريمر لما تتحرك يكون موجود. ويقولون انه ماي امبروفد باي الكحول، والالكحول قبل شويه كان يسوي لك فاين تريمر يعني لا تكيف، ويعني يكون ايضا الباترن اوف انهيرتنس مالته يكون دومينيت او تسمل دومينيت، يعني غالبا يكون يعني وراثي. يعني شوفوا هذا الفيديو، هذه المره عتها اسينشال تريمر، يعني اخترعت لما شفتها لازم سكينه وما راح اكمل الفيديو. والتريمر مال باركنسونزم يعني كلنا نعرفه، كلش سلو كانه دا يسبح بيل رولينج تريمر، وش وقت يكون ورس يعني ات ريست، بس لما تسوي voluntary movements يعني يكون أحسن شوي improved by movement. وهذا نفسه يعني كان يا محمد علي كلاي الله يرحمه. أكو تريمر آخر اسمه intention tremor، يعني لما تسوي intention حتى تسوي فد movement يبدل التريمر وياك، لما تنوي تسوي حركة يبدل التريمر وياك، هذا من اسمها زين. فهي شلون تكون؟ هي تكون يعني maximal at movement، زين لما تتحرك تكون وياك هاي التريمر، وسببها السيربيلر دامج، يعني هذا السيربيلم لما يصير بدامج راح يسوي لي انتنشن تريمر، يعني هو السيربيلم ينظم لي الحركات، شايف هو اللي يسوي كوركشن بالحركات، فهذا من المنطقي والطبيعي انه اذا اكو تريمر فالتريمر يزيد بالحركه، واكو تريمرات اخرى بس يعني نادره. وعندك ابنورمال موفمنتس اخرى انفولنتري، راح احط لك بس الفيديوهات مالتهن لانه مثلاً فقط يوصفهن، والفيديو ابلغ من الوصف، ويعني زين هو منه مذاكر الأسباب الباثولوجي اللي تصير بكل واحدة من عدن، فبس شوفن واسترخي، ما مطالبين بهذا إني كلهن. A sudden, strong, jerk-like movement that can be best described as someone throwing something away. We see this in basal ganglia disorders and Huntington syndrome. Next we have myoclonus. And this is a sharp, sudden, weak movement. It's almost like a shock or a sudden vibration of any muscle. And this can present as hiccups. We see this in hepatorenal syndrome. Next, we have dystonia, which is a sudden contraction of any muscle and sustain of that contraction. This commonly presents in the hand as writer's hand on the eyelids with constantly closed or open eyes. Next we have athetosis, and this is a slow, writhing-like movement. It mainly affects small muscles in the hand, and we see it in basal ganglia disorders and Huntington syndrome. ثاني شيء بالتشيكليست هو التون، والتون نشتغل على ثلاث مناطق رئيسية، هي الشولدر والالبو والريست ماسلز. بكيفك تقدر تبدي من الشولدر او تقدر تبدي من الريست، بس المهم مو تبدي من الالبو، تبدي يعني بروكسيمال تو ديستال اور ديستال تو بروكسيمال. انا اقترح من الان فصاعدا، لما اشرح شيء مثلا اشرح تون تروح توقف الفيديو وتروح تفحص تون، اشرح باور نفس الحاله اذا كان ينتظرك اوسكي يعني. لان انا نفسي دا اعاني اشد المعاناه بضبط هذه الحركات، لانه كل واحد يسوي حركه شكل، يعني تعتمد على خبرتك بحركه الجوينتات والمفاصل مالتهم، والموضوع يعني ما ينوصف، بس يعني راح احاول يعني احط الفيديو اللي اشوفه احسن فيديو ممكن يوضح لك هالصوره، لان الفيديو مال ماكلاود كلش صعب. اول شيء التون هو شنو؟ التون هو الريزيستنس اللي تحسه لما تحرك في الجوينت مال لشخص معين وهو مرخي ايده
زين يعني هذا الريزيستنس اللي تحسه لا هو كلش صلب المفروض ولا هو كلش راخي يعني المفروض بين ذلك. هذا هو التون. اول شيء تقول له جو فلوبي يعني يقول له رخي لي ايدك كانك تسلم عليه، وراح تبدي تسوي بالشولدر جوينت وبعدين بالالبو جوينت وبعدين بالريست جوينت حتى يترتب الموضوع ببالك. فحط ايدك اليمنى اذا كنت يمناوي، حط ايدك اليمنى يعني على الاكس مالته على المرفق مالته، وايدك اليسرى صافح المريض وقول له جو فلوبي. وبعدين من هذه الحركه ابدي سوي الحركات اللي تحتاجها. اول شيء حرك الشولدر، الشولدر شلون تحركه؟ بعده عن جسمه، قربه عن جسمه، سوي له فتح حركه دائريه على الشولدر. هذا هو هذا التون مال الشولدر جوينت. بالنسبه للمرفق يعني نفس الحركه مالتك، حاط ايدك جوا مرفقه واحده والثانيه مصافحه انت، وبس سوي له فلكشن اكستنشن فلكشن اكستنشن يعني كانك تقرب من جسمه تبعده من جسمه. هذا هو هذا كل يخص الشولدر. اما بالريست نفس الحاله، ممكن شويه تغير البوزيشن مالتك يعني ايدك اليمنى اللي كنت لازم بيها المرفق شويه نزلها حطها على يعني المكان اللي جوا المرفق، وبعدين بنفس هذه ايدك اليسرى يعني حرك الجوينت هذا سواء فليكسن اكستنشن برونيشن سبونيشن، سوي الحركات المتاحه بهذا الجوينت. ولا تنسى اللمب الثاني، روح ايضا سوي له نفس هذه الحركات على الشولدر على الالبو وعلى الريست. هسه انا اقترح اذا كان وراك اوسكي توقف الفيديو وتروح تطبقها على اي واحد تلقاه قدامك وبعدها ارجع لي. وراها ايضا اكو سالفه اضافيه ما مذكوره بالتشيك ليست بس اذا سويتها بعد احسن بالامتحان مال ابر لم، هي تفحص المايوتونيا. المايوتونيا سهله، فقط قول له سد ايدك سوي قبضه بايدك وراح افتحها، شوف الفتحه مال ايده يعني هل هي بسرعه ترجع لمكانها الطبيعي، اذا رجعت ببطء فهذه يعني عنده مثلا مايوتونيا. المايوتونيا هذه جماعه الماسكولار ديستروفي واللي يعني عضلاتهم شويه تكون متصلبه، او تقدر تستخدم تندن هامر شويه تضرب على الثينيار ايمينس هذه المكان او هاي المكان البولك ماي ماسل اللي يم الابهام، ضربه عليه شوف اذا الكونتراكشن خلى الثامب يسوي ادكشن كان الثامب يرجع يطبق ويا الاصابع، فهذا هو اللي يسوي لي المايوتونيا. بالتون عندي يا اما تون عالي يا اما تون ناصي. التون العالي نسميه هايبرتونيا والتون الناصي نسميه هايبوتونيا. الهايبوتونيا عرفنا بالبداية ليش يصير، لأنه المسلز ما بيها إشارات عصبية، هذا يتلائم ويا لور موتور نيورون ليجن، وبنفس الوقت من صار هايبوتونيا راح يصير عندنا هايبورفلكسيا. أما بالهايبرتونيا فيعني يكون أبر موتور نيورون ليجن، بس الهايبرتونيا يعني مو بسهولة الهايبو. الهايبرتونيا لازم نحدد هل هذا سباستيك لو هل هذا ريجيد. أكو فرق بين الاسباستيسيتي والريجيديتي. أول نقطة بخصوص الاسباستيسيتي فهي تكون velocity dependent، و velocity dependent يعني شنو؟ يعني من أحركه ببطء ما يبين الاسباستيسيتي عندي، بس لما أجي أحركه بسرعة يبدي يبين إنه هذا الليمب spastic. بالنسبة للريجيديتي فهي تكون sustained resistance كل range of movement وما لها علاقة بالvelocity، زين it's velocity independent. يعني شنو يعني بالرجل حتى لو حركت ببطء فيبين انه هذا رجل، يبين انه هذا ما دا يجي بايدي بسهوله، دا لاحظ انه اكو مقاومه كانه ليد بايب، كانه شايف فد بوري تريد تسوي فد بندنج لبوري معين ف اتس فيري تاف. هسه اذا فقدت تركيزك الاسباستيسيتي والرجيديتي اثنيناتهم ابر موتور نيورون، بس الاسباستيك يفرق لانه من احركه بسرعه يبين اكثر انه هذا سباستيك، بينما الرجيديتي ما يهم سواء بطيء سريع نفس الشيء. الرجيديتي يصير بالباركنسونيزم يسمون كوكويل، فالنمونيك اللي انا استخدمه حتى اتذكر هو velocity independent ما له علاقه بالسرعه، فهو مال باركنسونيزم، لانه اللي ينصاب بالباركنسون عاده يكون رجال كبير فوق 60 65 سنه، فانا اتخيل انه هو كلش قاضي، فيعني سرعه ما سرعه ما يهم تبين الرجيديتي عنده. اما جماعه الاسباستيك يعني مثل ما شفت بالفيديو كان الطفله ممكن يصير عندها، فممكن تلقاه بالفيلوسيتي اكثر. هسه احنا اخذنا التون بالابر ليمب، هسه ناخذ التون باللور ليمب. باللور ليمب التون ايضا نفحصه على يعني المسلز الرئيسيه اللي هن الهيب والنيز والانكل. الخطوات يعني بالتون مال اللور ليمب تبدي باول شيء تحرك الرجل يسموها ليج رول مثل ما تشوف بالفيديو، مجرد حركة حتى تشوفها تتطاوع وياك الرجل ما تكون خشبة، وراها ترفع الركبة وتنزلها مثل ما تشوف وتسويها بالرجلين، وراها تشوف الأنكل وتفحص بها سالفة اسمها الكلونس. الكلونس شو تسوي؟ تلزم الرجل تفرها 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 وطب توقف، تشوفها إذا ورا ما سويتها بقت تسوي كونتراكشن فهذا البوزيتيف كلونس، أما إذا ما صار بشي فهذا عادي، هذا الشخص العادي. هذا الكلونس من ضمن فحوصات التون، يعني كأنك فحصت
هذه حركات الثلاثة مال أول شيء حركت الرجل بعدين رفعت الركبة بعدين سويت الكلونس، هذه خلص كأنه سويت الهيب والني والأنكل، هذا هو. وبالمناسبة الكلونس يعني تدل على أنه أكو أبر موتور نيرون ليجن، يعني من تسوي التون وجيت رحت للأنكل وسويت هذا المانوفر وطلع لك بوزيتيف كلونس، فهذا يعني أكو يعني فتخلل، شخص عنده سباستيسيتي، شخص عنده أبر موتور نيرون ليجن، الشخص عنده خلل بالإنهبيتري نيرونز. فهذا كل ما يخص التون باللور، يعني التون باللور أسهل من الأبر بهواية. بالنسبة للباور، أول شيء تشوف قدامك هذا الجدول، هذا الجدول بعدة جريدات للباور من الصفر للخمسة. الصفر هو لما أكو no muscle contraction visible، الواحد لما أكو flicker of contraction but no movement، كأنه أكو بوادر contraction بس الجسم ما يتحرك. الاثنين لما أكو joint movement when effect of gravity eliminated، يعني شنو؟ يعني لما يساعد الجرافيتي يقدر يحرك ايده، يعني يقدر يحرك ايده وهي نازلة لي جوا ومدلدلة لي جوا، بس ما يقدر يحرك ايده لما يرفعها لي فوق، هذا يسموه grade 2 لانه الجرافيتي تساعده. الجريد 3 شنو؟ الجريد 3 لما الجرافيتي ما تساعده ويقدر يحرك ايده والمفاصل مالته، فهذه يسموها movement against gravity. بس شنو الجريد 3 شنو خلاه يبقى بالجريد 3 ما دام هو دا يسوي حركه زينه against gravity؟ انه against resistance ما قام يشتغل زين، يعني مثلا حاولت اضغط على الكتف مالته ما يقدر يرفع ايده لما اضغط على الكتف مالته، هذا against resistance مش اشتغل، فيبقى بالجريد الثالث. والريزيستنس هذا هو اللي راح نطبقه احنا بالفيديو مالتنا هسه، يعني هو اللي راح نطبقه بالعمل هناك، انه نسلط عليه ريزيستنس حتى نعرف هل هو 3 لو 4 لو 5، هذا شغلنا زين. فاذا ما تحرك ابد يعني against resistance هذا 3، يصير 4 اذا تحرك ببطء، واذا تحرك بنورمال راح يصير 5. فانت من تسوي الفحص تقول له الجريد همين، احنا غالبا ناخذ شخص نورمال فنقول له نورمال باور جريد 5 بعد ما تخلص كل فحوصات الباور. اهم شيء شنو؟ انت مو تشوف هذه النقطه الثالثه مال موفمنت اجينست جرافيتي بات نوت اجينست ريزيستنس، احنا حتى نتاكد انه هو واصل للمرحله الثالثه ونبدي نختبره، لان انت تعرف الريزيستنس يبدي من المرحله الثالثه، يعني نبدي نطبقه من المرحله الثالثه. فاول شيء نقول له ارفع ايدك لفوق، اذا كنا نفحص الابر فنقول له ارفع ايدك لفوق، لما شلون شايف كانوا يقولوا لنا اعلى ثاني تخسر اعلى، اقول له يعني سوي ايدك اعلى زين، اذا يعني قدر يرفعها فالموفمنت اجينست جرافيتي كلش تمام، نبدي نفحص الريزيستنس. كذلك الحال بالنسبه للرجل، قول له ارفع رجلك، اذا رفعها اجينست جرافيتي فهذا اوريدي واصل المرحله الثالثه، وشغلنا يكون انه يعني نثبت هل هو 5 لو ممكن حالته مدهوره ويصير 3 و4. هسه نبدي فحص الباور بالابر ليمب. اول شيء نسوي الشولدر ابدكشن، نقول له يسوي ايده مثل ما تشوف بالفيديو، ونحاول يعني شنو نطبق ايده على جسمه زين، نلزم ايده، نلزم الكتف مالته من فوق ونحاول نطبق ايده على جسمه، هذا يسموه الشولدر ابدكشن. احنا نفحص الشولدر ابدكشن مالته، هو مو مسوي هيك شيء، هذا شولدر ابدكشن. احنا شنو نحاول نعيق هذا الابدكشن، نحاول نخرب هذا الابدكشن بمحاولتنا انه انزاله. الديرماتوم لازم تحفظه، يعني الديرماتوم بالشولدر ابدكشن هو C5، يعني اني سمعت انه دكتوره منال تطلب هذا الشيء، وسمعت من عصفورة انه يوم 7/7 دكتورة منال راح تكون على احدى المحطات، فيعني الله يرحمكم. بالشولدر ادكشن فالموضوع راح يكون بالعكس، يعني انا احاول شنو احاول ابعد ايده عن جسمه مثل ما تشوف بطريقة المسكة بالفيديو، واقول له قاومني لا تخليني يعني ابعد ايدك عن جسمك. النيرف سبلاي مال المسلز هنا هي C6 C7، ويعني بمكلاود الشولدر ادكشن هو الشيء الوحيد اللي مذاكر النيرف روت مالته، فيعني اعتقد يو ار فري نوت تو ميمورايز ذس وان. بالنسبه لفحص الالبو، الباور بالالبو، فبتقول له يسوي مثل ما تشوف بالصوره، ومره تقول له لا تخليني اخذها من عندك زين، لا تخليني اسحبها الي، وهذا المسلز مالته C5 C6، هو منو؟ هو بايسبس وبريكيوراديالس زين، فسي 5 سي 6. والحركة الثانية اللي بالألبو هي تقول له إنه لا تخليني أرجعها إليك زين، فهذه C7 لأنه هذا ألبو إكستنشن، والألبو إكستنشن يسوي الترايسبس زين. بالرست يعني عدنا نفحص الفلكشن والإكستنشن، واثنين 6/7، يعني هذا الحلو بيه إنه 6/7 اثنين بالرست. فأنت إذا تشوف الرست إكستنشن فيقول له يسوي مثل حركة كأنه يسوق مطار، وتجيب يعني ايدك هيك تحاول يعني تقول له لا تخليني انزلها الايدك، لا تخليني انزل المعصمك، يعني بهذه الطريقه مثل ما تشوف بالفيديو.
هذا الاكستنشن يعني دا افحص قوة الاكستنشن بعدين اقول له انزلها لايدك هيك مثل ما تشوف بالفيديو واقول له لا تخليني ارفعها فهذا ايضا افحص قوة الفلكشن قلنا 2.67 بعدين اجي للفينجرز واقول له يعني مد ايدك مثل ما تشوف بالفيديو واقول له امنعني انه اجيب اصابعك سوى زين فهذا انا دا افحص الابدكشن مال الفينجرز والفينجر ابدكشن هي تي 1 يعني الروت مالتها هو تي 1 ما ادري انا اشوف هذه الحركه تشوفها كانه تشبه التريمر والتريمر يبدا بالتي فمن خلالها راح اتذكر انه هذه تي 1 وبمكلاود ما مطلوب انه تفحص الفينجر ادكشن زين بس تقدر تفحصها شلون انه تحط ورقه بين اصابعها وتقول له يعني لا تخلي الورقه تفد وانت تحاول تسحب الورقه فهنا راح تقدر تفحص الفينجر ادكشن بعدين انا حبدي افحص الثامب ادكشن وراح اسوي مثل هالفيديو مثل هالمنظر بالفيديو احط اصبعين بداخل يعني القبضه مالته واقول له امنعني انه اسحبك زين امنعني انه اخذ ايدي وهذا ايضا السبلاي مالته هو تي 1 يعني بالايد والايد يصير بها تريمر وكذا فانا حافظ انه هي تي 1 وهذا كل ما يخص الباور بالابر ليمب بالنسبه للباور باللور ليمب فتذكر اول شيء الجدول مالتنا وتذكر انه احنا اريد نثبت انه هو ليفل 3 بعدين حتى نشتغل عليه جريد 3 فنقول له ارفع رجلك اذا قدر يرفعها فهذا هو جريد 3 تمام مضبوط وراح نبدي نشتغل احنا نطبق ريزيستنس عليها حتى نثبت هو 3 لو 4 لو نورمال 5 احنا شغلنا باللور ليمب على الثلاث جوينتات اللي هي الهيب والني والانكل اول شيء نقول له انه يرفع رجله مثل ما تشوف بالفيديو ونحاول يعني نطبق قوة عليه نقول له يعني لا تمنعني انه انزل رجلك زين فهنا انا افحص الهيب فليكشن والهيب فليكشن هو النيرف روتس مالته هي L1 L2 حتى افحص الهيب اكستنشن فاقول له شوي ارفع رجلك ويعني لا تخليني اصعدها شايف فهنا انا افحص الهيب اكستنشن اللي هي L5 S1 وحتى تذكر ال L5 S1 سويت في النمونيك اني فال-L5 S1 كأنه مجملة تقترب صوتها من لفات L5 لفات S1 سوان يعني كأنه أنت بمكان وقالوا لك أنه سوان لفات وتروح تركض حتى تأكل ولما أنت تأكل لأنه اللفات طيبة يعني رجلك يعني ما تقبل أنه تقوم يعني أنت تحاول تقوم رجلك ما تقبل مثل هالحركة يعني إحنا دا نحاول نقوم رجله دا نحاول نصعد رجله بس هو ما دا يقبل هذا هو الهيب extension against resistance وpower فلفات سوان L5 S1 دائما لا تنسى تكرار كلمة هل تشعر بألم هل يعني هل يوجعك مكان شيء قبل ما تسوي أي خطوة حتى يعني تتجنب مصيبة وراح نكمل خطوة أخرى بالهب هو نفحص الهب أدكشن فيعني نقول له هذه رجلك يعني أو فخذك يعني حاول تطبقهن وأني أمنعك زين وهذه تكون L2 L3 إن النيرف روتس مالتها أما اللخ اللي هي الهيب أدكشن فتقول لي يعني حاول تبعدها وأني أمنعك إنه تبعدها هذه L4 L5 هيب AB دكشن وبمكلاود يعني ما ذاكر إنه يريد الهيب أدكشن وأبدكشن يعني كنيرف روتس فأني أعتقد مو إلا تحفظهم بالنسبة للني فليكشن تقول له إنه حاول تجيب الانكل مالتك او الكاحل مالتك نحوك اوكي حاول تجر الكاحل مالتك نحوك وانت مسوي بهذا البوزيشن وانت تحاول تمنعه من انه يسوي هالشي فهنا نفحص الني فليكشن والني فليكشن يعني ياخذ من S1 الشغل اللي وراها نفحص الني اكستنشن والني اكستنشن يعني نقول له حاول شلون نقول تضرب برجلك نحوي اوكي كانك تشوت ضربه جزاء زين فيعني تحط ايدك اهم شيء ايدك الثانيه قدام الرجل مالته زين مثل ما تشوف بالفيديو احنا قبل شيء كنا نحطها بالني اكستنشن كنا نحطها من ورا اما هنا نحطها من قدام بالني اكستنشن ونحاول منعه انه يشوت ضربة الجزاء الني اكستنشن هنا 3-4 L3 L4 هذه النيرف روتس مصيبة كلش صار هواية يعني افضل شيء انه الواحد يعني يجيب ورقة وقلم ويدرخن درخ لانه اذا تريد تفهم يعني لازم تجيب اوراق مو ورقة وقلم واناتومي وساعات صرف ويعني الموضوع ما يستاهل يعني مو شيء نيسيسري ممكن ينقذنا بالاوسكي حتى نصرف عليه الوقت بالانكل نفحص اول شيء الانكل دورسيفلكشن مثل ما تشوف بالفيديو يعني هو يحاول يسحب الانكل مالته او رجله يسحبها نحوه وانت تمنعها من انه يسوي هذا الشيء فنفحص الدورسيفلكشن مالته نفحص قوه الدورسيفلكشن الانكل دورسيفلكشن هو L4 وراها بالعكس الانكل بلانتر فلكشن
انه يعني نقول له ادفع رجلك علي نحوي وانت امنعه، يعني انت تحاول انه توقفه مثل ما تشوف بالفيديو وتشوف انه S1 S2 ان النيرف روتس مالته. ويبقى اصبعه كبير زين، يعني تقول له انه لا تخليني انزل اللي جوا. وراها نفحص الانكل انفيرجن. الانكل انفيرجن تقول له حاول يعني تجيب رجلاتك سوا قريب واحدة عن اللخ داخل اللي جوا مثل ما نقول، ويعني يمنع تمنع انه يسوي هذا الشيء، فتفحص الانفيرجن. اما الانفيرجن فتقول له حاول تطلعها لي برا رجلك، وانت يعني امنعه انه يطلعها لي برا. وهذا هو خلص الباور سيكونس اللي نحتاجه باللور لمب. راح اعوف لكم هذه الصوره، درخوا النيرف ماسل سبلايز وركزوا على الاشياء المهمه، يعني شولدر ابدكشن، الالبو اكستنشن فليكشن كلش سهله، الفينجر ابدكشن مثل ما قلت لكم انه من يسوي هذه كانها حركه تريمر في هذا تي 1، الهيب فليكشن L1 L2 الهيب اكستنشن اذا تتذكر قلت لك لفات سون، ودرخ ويا هني فليكشن واكستنشن، ويعني اعتقد هذا هو كلش هواي. بالنهايه عندنا معلومات نظريه بخصوص الباور ممكن تساعدنا. مرات تشوف انه الباور او المقاومه بعض العضلات للريزيستنس كلش قليله زين، فهذا يدل على انه اكو خلل بيها، خصوصا مثلا بالستروك. بالستروك شي يصير الاكستنسرز ان ذا ابر لمب are weaker than the flexors and vice versa in the lower limbs. يعني الاكستنسر بالأبر ضعيف والفلكسر باللور ضعيف. الملحوظة الثانية هي المايوباثيز تسوي proximal muscle weakness، يعني مثلا إذا شخص عنده ضعف بالعضلات مثلا muscle dysfunction بحالات المايوتونيك ديستروفي أو المسكلر ديستروفي، فهذه تكون proximal weakness، يعني مثلا تلقاها بالشولدر تلقاها بالهيب زين. بينما النيوروباثيز اللي مثلا يصير بجماعة السكر وكذا تنطي مثلا distal weakness، يعني مثلا يفقد الاحساس بالانكل، يفقد الاحساس بالفوت مالته، لهذا انت تشوف انه diabetic foot ulcer، فالفوت كلش distal، فلهذا النيوروباثيز تكون distal اما المايوباثيز فتكون proximal. بالنسبة للديب تندن reflexes فأكو ريفلكس آرك، هذا الريفلكس آرك يبدي من الستيمولوس يوصل للريسبتر، مثلا انت ضربت على الجوينت أكو يم الجوينت سواء عجلت أو بالسبكوتينيس تيشيو أو حتى بالجوينت نفسه أكو ريسبترز، هذه الريسبترز تنقلها إلى السنسوري نيورونز، هذه تروح بالسباينال كورد وبعدين ترجع كموتور نيورون وتسوي الإفكت ريسبونس. وانت لو تشوف يعني ما راحت لي يعني البرين والكورتكس وكذا، لانه مثلا انطخيت على الركبه مالتك زين، ضرب المفصل مال الركبه مالتك، فما حاجه يروح للبرين، البرين يرجع ويدس اشاره يقول يلا يابا يلا حرك، فالبرين يعني قال له حلوها بيناتكم زين. فبالسباينال كورد هي السالفه تصير، واكيد يعني البرين له علاقه، يعني البرين ينزل ابر موتور نيورونز تجي هنا تسوي موديليتنج لهذا الريفلكس، مرات ممكن يمنعه مرات ممكن يقلل من الحده مالته وكذا زين. فاذا صار فد upper motor neuron lesion زين، وبين upper motor neuron lesion كان يسوي خسارة للinhibitory fibers، فبالتالي هذه الreflexes هذه deep tendon reflexes راح تشتغل هي والspinal cord بوحدة، يعني ما لهن علاقة بالبرين تماما، وراح يصير عندنا hyper reflexia لأنه خسرنا الinhibitory fibers. أما إذا كان أكو lower motor neurons فيعني هذا الارك كل ما دا يصير الارك يكون مقطوع، هذا الخط الأحمر اللي يمثل الموتور نيورون راح يكون مقطوع، فيعني ما راح تلقى أي ريفلكس موجود. كفحص للتندن ريفلكسز تقدر تسويه هو ونايم وتقدر تسويه هو وقاعد، بس المكلاود قايل ask the patient to lie supine، فيعني الأفضل حسب مكلاود إنه تسويها والبيشنت متمدد. وشيء آخر إنه تعرف الريسبونس، يعني recording the response أكو increased، يعني ثلاث بلسات ثلاث صليب يسموه، اثنين هو النورمال والديكريست هو يكون واحد، رغم انه هو واحد يعني بلس بس يعني يعتبر ديكريست. واكو شيء اسمه present only with reinforcement، يعني لما اشتته او لما اخليه يفكر بغير شيء يلا يبدي الريفلكس يصير، والابسنت هو صفر، انه غالبا يكون نورمال فتقوله بلس بلس. فهسه الخطه مالتنا شنو؟ انه نشتغل على البرنسيبل ديب تندن ريفلكسز، نشتغل على الهوفمانز ريفلكس، نشتغل على الفينجر جيرك والبلانتر ريسبونس، اما البقيه كابدومينال ريفلكسز ككريماستريك ريفلكسز فهذني
هو ماكلاود نفسه يقول little value وأصلا ما موجودة بالتشيك ليست وتطلب exposure، يعني لا أعتقد أنه راح يسمحون به. بالنسبة للرفلكسس بالأبر لمب، فنبدي بايسبس ترايسبس براكيوراديالس والفينجرز وبعدين نجي لهوفمانز ساين. بالبايسبس مثل ما تشوف هي شي، تحط أصبعك على التندن مع البايسبس اللي يكون غالبا شوي ميديا اللي جاي، وضربة بالتندن هامر. لازم تضبط التكنيك، إيش قد ما حشيت عليه يعني ما راح يفيد، يعني لازم بيدك وتتدرب. هاي بالنسبة لي أنا شخصيا أحتاج تدريب عليه. الصبح كانت بالمحاضرة مالتنا مع سي اي ولازمتي للتندن هامر كانت تتخزي، يعني عندنا وقت لازم نتدرب على السالفة حتى يكون بها هيبة، لازم يكون بها هيبة، هذا أهم شيء. فهذه هي البايسبس، البايسبس C5 C6، ويعني حاول البيشنت يكون سوباين، وحاول البيشنت انه يكون يعني ما تطفر لجانب الايسر اثناء الفحص. يعني تقدر تطفر للايسر بس يعني تقدر من مكانك انت من جانب الايمن تقدر تسوي هذا الفحص. بعدين تسوي البريكيوراديالس. البريكيوراديالس يعني مثل ما تشوف بالفيديو شويه مكان قريب على السناف بوكس، جوه السناف بوكس بهيج اماكن. والبريكيوراديالس هو C5 C6، يسموه سوبينيتر جيرك. بعدها تجي للترايسبس، والترايسبس يعني C6 C7، واهم شيء تركز تضرب على التندن. وراها الفينجر جيرك، تحط ايدك جوا ايده واصابعك جوا ايده، ويعني مثل ما تشوف بالفيديو وتضرب عليهم ضربه خفيفه. بالمناسبه اكو فشي اسمه reinforcement، يعني تحاول تشتته اذا ما لقيت الريفلكس موجود. reinforcement بالابر لمب، يا اما تقول له صك سنونك يعني يطلع سنونه وكذا يفكر به هنا، يا اما تشتته انت بمهارتك اي شيء تحكي وياه اثناء ما تسويها، او مثلا تقول له سوي قبضه بايدك الثانيه زين، او تقول له من اقول لك يلا سوي القبضه حتى لا يطل دائما مسوي القبضه. فقبل ما تسويها، قبل ما تضرب بالتندن، تقول له بايده الثانيه يسوي القبضه زين، ويعني المفروض تظهر بعد الريانفورسمنت. بس هذه علامة مو زينة انه اذا تظهر فقط بالريانفورسمنت. وبعد شوكت مو زينة اكثر انه تظهر ويا الريانفورسمنت بمنطقة محددة، مثلا بالترايسبس فقط هي اللي تظهر، مثلا بالترايسبس اليمنى هي اللي تظهر ويا الريانفورسمنت، بينما باليسرى تظهر بشكل عادي. هنا نبني شوك انه اكو فد خلل باللور موتور نيرون او ابر موتور نيرون وكذا. أوه أنا غلطت هنا، المفروض أقول شنو؟ المفروض أقول lower motor neuron، لأنه upper motor neuron يعني يصير أصلاً hyper reflexia، نخسر الانهبيتري. وراها تسوي Hofmann's reflex. Hofmann's reflex يعني تلزم إيده وتحاول ويا الأصبع الوسطاني تضغط عليه مثل ما تشوف بالفيديو، يعني من تشوف الفيديو تفهمه، تضغط عليه. إذا شفت الفينجرز يعني الابهام والسبابه صار بهن في ديفليكشن معين ويا هذه الضربه او ويا هذه اللمسه على الاصبع الوسطاني، هذا يعني انه بوزيتيف هوفمان ريفلكس، وهذا يعني غالبا يصير بالستروكس ويعني بالابر موتور نيورون ليجنز. بالمناسبه الشخص العادي ما تشوفها بهذه الاكزاجريتد، او اصلا ما تشوفها زين، هذه مال شخص بستروك. بالنسبه للريفلكسز اللي تصير باللور لمب، فعندنا الني جيرك ريفلكس، الانكل ريفلكس، وعندنا البلانتر ريفلكس اللي نسميه بابينسكي. بالني ريفلكس فتخليه يرخي رجله ويرفع رفعة بسيطة، تضربها بالتندن هامر على مكان التندن مال الكوادريسبس. وهذا الريفلكس يعني L3 L4، لازم ينحفظ. يعني هاي بالنسبة لي الريفلكسات اهم من مالات الباور زين، تذكرون الباور اللي كان بي مسلز ونيرف سبلاي مالتهن واخذناها وكذا. فاشوف انه الرفلكس اهم، فيعني هذه اولى بالحفظ من ديج. اذا اردت تحفظ بس واحدة فاحفظ مال رفلكسز. بعدها تسوي الانكل رفلكس، الانكل جيرك اللي هو L5S1. تشوف تحط رجله بهذه الحركه يعني حتى ترخيها اكثر وكذا، فتبدي تسوي الرفلكس. يعني شوفها انه يرخيها ويثنيها وكذا، ما اعرف شلون اشرحها، بس لو تشوفها وتدرب عليها راح تضبطها اكثر. بعدين تجي البابينسكي وتشرح المريض ايش تسوي البابينسكي، اهم شيء وكذا. وتجيب هذا الدمبوس ومن راحه القدم من اللاترال تودي للميديال، تشوف الاصابع المفروض يصير بها فليكشن، يعني المفروض تنزل لي جوا. اذا صعدت لي فوق فهذا هو البابينسكي ساين بريزنت زين. فلما تصعد لي فوق الاصابع يعني شكلها لي فوق، قلت لك بدايه الفيديو لما تصعد لي فوق فهذه ابر موتور نيورون ليجن، بس لما يعني تنزل جوا لا هذا طبيعي، هذا الشخص الطبيعي ما عنده بابينسكي ساين. والبلانتر ريفلكس النيرف روت مالتها S1، وحتى تحفظها شوز تلبسها بهالمكان، تلبس شوز فشوز يبدي بالاس فS1.
الكوردينيشن يعني ما مطلوب من عندنا، وكل التشيك ليستات هي without coordination. بس خليني نذكرهن، يعني نذكر هذه الفحوصات ونحط في الفيديوهات حتى تتدرب عليهن، لانه من المحتمل انه مثلا شيء وارد انه تشفص وفتفحص اوكي وما تجيب عدل، فالدكتور يقول لك سوي لي الكوردينيشن حتى يحاول يعوضك عن اللي صار، ويعني جزء اذا ضبطت الكوردينيشن يعني راح ينقذك الموضوع. فبالكوردينيشن عندنا الفينجر تو نوز تيست، يعني شوف الفيديو راح تفهمه، يعني حطيت لك الفيديو عليه. عندك الرابيد الترنيتنج موفمنت يبدي يسويها هذه بالايد مالته زين، ولا شوف الفيديو. وراها عندنا الهيل تو شن تيست، هذه تصير بالرجل باللور ليمب، يعني من الكوردينيشن اللي يصير باللور ليمب. اعتقد اول اثنين هي دائما شائعه، هي اللي اعتقد يقول لك كافي بعد من تسوي هذين الاثنين الدكتور. واي خلل بالكوردينيشن فهو يعود للسيربلم، والسيربلم الاصابات مالته دائما تكون ابسيلاترال، لازم تذكر انه ابسيلاترال، يعني اذا كان عنده فتح خلل بالكوردينيشن بالصفحة اليمنى بإيده اليمنى فهذا يعني انه عنده خلل بالسيربلم الايمن كذلك. يبقى بس عدة ملاحظات اقول لك عليهن. اول شيء مثلا الفينجر تو نوز تيست لازم تخليه يعني شلون اقول يقلب اصابعه اثناء الروحه من خشمه الى اصبعك وبالعكس، زين يعني الاصبع لازم يكون مقلوب يعني ينقلب. لو تشوف الفيديو راح تفهم القلب اللي اقصده. بالفحص الثاني من رابط الترنيتنج موفمنت كانك تخبز، اذا صار بيخلل يسموه ديس دايدو كوكاينيسيس او ديس دايدو كوكاينيسيا، فيعني احفظ هذا الاسم لانه جاي بسنه من السنوات. واخير شيء اهم شيء تذكر انه تسويهم بالايد، يعني سواء الفينجر تو نوز او الرابيد الترنيتنج موفمنت سويهم بالايد، لا تنسى لانه مرات ننسى انه نسويهم بالايد، لا افحص اليمنى بعدين افحص اليسرى. زين خلي نحل شويه اسئله، ومن نحل الاسئله مال النظري يعني شويه راح نفهم اكثر. ونيورو عاده بالنظري ما يجي عليه هواي، يعني جماعه كل السنين السابقه ما طلعت اكثر من 10 اسئله او هيك شيء. هذا السؤال يقول لك which is true، which of the following is true about assessment of arm reflexes. The root value of biceps reflex is C5-C6. هاي العبارة صحيحة، يعني احنا المفروض نحفظ الرفلكسز اللي تصير بالارمز او حتى بالني، فالبايسبس هي C5-C6، البريكيوراديالس نفس الشيء C5-C6، الترايسبس C7، الني جيرك هي L3-L4، الانكل جيرك هي S1، يعني L5-S1 اكو ناس يقولون، بس يعني S1 اسهل اذا تحفظها كS1 زين. والبابينسكي او البلانتر ريفلكس هي S1، قلنا الانكل والبابينسكي يعني بس حذاء هنا ويعني S1 شوز. الخيار اللي بعده يقول البريسك فينجر جيركس كونفيرم لور موتور نيورون ليجن، خطا، يعني البريسك يعني تلقى فد ريفلكس قوي، هذا ما تلقاه باللور. اللور يعني اصلا كل شيء مقطوع عليه، ابسنت الريفلكسز ماكو. البريسك فينجر جيركس هذه نلقاها يعني لما نسوي جيرك للفينجر وتكون بالأبر، لأنه الأبر قلنا يخسر الانهبيشن، هو يكررنا هالعبارة. الترايسبس تندن is struck in the anticubital fossa، هذه العبارة خطأ، لازم تذكر أنه الانتيكوبيتال فوسا تكون يعني اللي قدام، هذا المكان مع البايسبس زين، البايسبس هو اللي struck هنا، فهذه العبارة خاطئة. الأخير واحد يقول أنه إذا ماكو reflexes هذا يعني أنه يدون على أنه هو absent، هذه العبارة قد تبدو صحيحة بس فعليا لا، لانه احنا لما ماكو ريفلكسز ويت اول ضربه مالتنا راح نسوي ري انفورسمنت، مثلا بالابر ليمب ري انفورسمنت مالتنا يا اما يصك سنونه يا اما قبضه بايده اللوخ، باللور ليمب كانه نقول له يشد ايده ناته وحده ويا اللوخ حتى يعني يشتت او يفكر بغير شيء، فنسوي سالفه من سالفات الري انفورسمنت قبل ما نسويها ابسنت، يعني ما نظلم التندن ما نظلم الريفلكس زين، لازم نسوي له ري انفورسمنت. السؤال اللي بعده which of the following suggests an upper rather than a lower. هايبوتونيا لا اكيد باللور لانه قلنا يفقد كل شيء. الكلونس اي الكلونس هو مال upper زين، الكلونس بابينسكي اذا نسوا له كلن upper هايبرتونيا زين. اما الهايبورفلكسيا فلا مبين lower. الفاسيكيليشنز ايضا تكون lower لانه قلنا تذكر مثال المولد الذاتيه اللي يبدي يسويها هذه المسلز وكذا، لانه ما عندها اصلا كهرباء صار لها فتره طويله لانه lower motor neuron مقطوعة. هذه الصورة يعني الأسئلة اللي بيها مو كاملة، ما بيها الخيارات اللي ممكن تساعدنا هل صح، بس يعني من نشوفهم كاتبين أو مركزين على جواب معين فساعتها ممكن نبقي ببالنا ويعني نقرأ عليه أكثر. مثلا 33 الديس دايدو كوكاينيسيا
زين ويقول لك هذا impairment of شنو، هذا هو ال alternating hand movements، هذه اللي نسويها بالcoordination، فحص الcoordination، هذه اللي كأنك تخبز خبزة. زين السؤال وراء الأبر rather than lower، يعني علامة يعني تكون قريبة للأبر أكثر من اللور، فهي البابنيسكي، يعني بابنيسكي حرفياً أبر يعني مو قريبة، لا أبر يعني عينك. زين اللور ما عنده أي reflexes، لأن بابنيسكي هو من أحد الأشياء اللي يعتبر reflexes. زين والreflexes باللور موتور نيورونز ما تظهر أبداً. زين السؤال وراء إنجاج ريفلكس، يعني هذه الأسئلة تعود إلى الملزمة السابقة مال cranial nerves اللي شرحتها، فيعني المفروض تكون قاري ذيك الملزمة يلا تقدر تحل هالأسئلة، إذا ما قاريها فلا تخترع، أكيد طبيعي ما راح تجاوب الأسئلة. الجاج ريفلكس the sensory component is carried by glossopharyngeal nerve والموتور يعني by vagus. تذكر من حكيت لك قلت لك إنه الجلوسوفارينجيال يطيل عضلة واحدة فقط بال اسمها ستايلوفارينجيس بالبلاعيم، أما بقية عضلات البلاعيم فكلها للفيجاس. فيعني مو من المنطقي إنه الموتور كومبوننت يكون جلوسوفارينجيال، لا المنطقي إنه الموتور كومبوننت يكون فيجاس والسنسري يكون الجلوسوفارينجيال. الاكوموديشن ريفلكس السؤال اللي وراء the pupil is considered to have shown a positive normal reflex when there is يعني شو وقت نعتبر الاكوموديشن طبيعي وتمام مضبوط وكذا، وهذا ايضا يعود للملزمة السابقة انه لما تقرب عليه، مثلا لما تقرب فتقلم على عينك فراح تشوف انه يصير بي convergence ويصير بي constriction وكالعادة، اذا ما شايف الفيديو ما راح يعني ما راح تذكرها. A pressure on oculomotor اللي هو الثالث is associated with impairment of what is impairment of papillary constriction. هذا جواب صحيح، لأنه قلنا الأوكليوموتر ويا parasympathetic nerves، وهاي parasympathetic nerves إذا انضربت ف يعني الconstriction راح نخسره. عندي سؤال آخر، الأتاكسي إيش تعني؟ والجواب صحيح loss of coordination، لأنه مو paralysis ولا العلاقة بالhearing أصلاً ولا sensation. زين فخلل بالcoordination، خلل بالcerebellum يخلي ما يمشي عدل وكذا، فتصير عنده هذه الataxic gait. Which of the following is true about assessment of arm reflexes؟ هذا سؤال عادي يعني نفس اللي حليناه بالبداية، فيكررون نفسهم دائماً. The corneal reflex is part of examination of which nerve؟ فهو trigeminal nerve، ولازم تشوف الديب دايف السابق مال كرينيال نيرفز. بودي يعني احط لكم، شايف هذول اليوتيوبرز من يقولوا لك حط ايدك هنا 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 وتلقاها، بس ما لي خلق قرات الهواي سوالف بالاعدادات. الديفيشن بالتانج يصير بسبب الهايبوكلاسيا، كلش بيسك. بيشنت عند ليفت سيريبرال ستروك وعنده رايت سايد ويكنس، زين ايش تلقى ممكن عنده؟ تلقى عنده increased tendon reflex A، لأنه upper motor lesion فنخسر يعني الانهبيشن. الاسباستيسيتي A نلقى لأنه هو من upper. normal muscle bulk ما عنده wasting، هذا الشيء ممكن يكون صحيح، لأنه قلنا أنه اللور تبقى تشتغل ما لها علاقة، أوكي لهذا صارت spastic ولأنه ما بيها inhibition، فيعني ما تلقى بيها wasting. بس الwasting اللي ممكن تلقاه فهو disuse wasting، ما تلقى الwasting العادي. اما النورمال بلانتر ريفلكس لا، لان عندنا بابنيسكي ساين ف ابد مو نورمال. زين السيريبيلر ديسفانكشن، هل هو ليد يعني هل يتوالم ويا ليد بايب ريجيديتي؟ اعتقد اكو تكمله بالسؤال بس مو يعني ناسين او ما متذكريها. فليد بايب ريجيديتي لا، هذا الليد بايب ريجيديتي هذا يكون بالباركنسونيزم واللي يكون له علاقه بالبيزال كرينيال ديسفانكشن، فما له علاقه بهذه. الفيستينيت جيت أعتقد قصدهم الفستينيت جيت، هذا اللي يكون عنده الباركنسونيزم، ويعني هاي بحثة يعني ما أعرفه من عندي، يعني عند ما دام عند أهل الباركنسونيزم فيعني هذا بيزال كينجليا. الديس أرثري هو الجواب الصحيح، إنه راح نخسر الكوردينيشن اللي يصير بالمسلز اللي تكون بالمسلز مال السوالوينج أو المسلز اللي تكون باللارينكس وكذا، فيعني الصوت مالتك ما راح يطلع بشكل منظم. الكيس الأخير شخص عنده 53 سنة، كان عنده شنو slowed down، يعني كأنه صار يمشي ببطء وصار عنده tremor بإيده، والtremor pill rolling in nature. يعني سؤال بايخ كلش، يعني parkinsonism يعني هم الكتروني وهم يعني سؤال مطيهم. بالcerebellar syndrome شنو يلقى؟ بالcerebellar syndrome يعني نخسر coordination، يصير عندنا ataxia، slurred speech، أو مثلا شايف يسموه dysarthria، أو ذن السوالف. hyperthyroidism هم يسوي tremor بس ما يخليك تصير slow down، يعني بالعكس يعني بهواي أشياء مثلاً heat intolerance،
بمثلا دايريا وتاكيكارديا وكذا، اما الانكزايتي فهو انكزايتي. وهذا اللي عندي، اتمنى ان تنال السلسله رضاكم. وكلمه بخصوص الاوسكي، يعني لا تخلي هول المناسبه تبتلعك. كل اللي عليك تسويه هو الدراسه، التدرب، وهذه الاشياء مو بالضروره تخليك تجيب اعلى درجه، بس اللي تسوي هذه الاشياء انه تخليك بموقع افضل لقطف هذه الدرجه العاليه. فيعني هذا اقصى شيء ممكن تسويه، افضل هديه ممكن تقدمها لنفسك انه تخليها بهذا الموقع الافضل. ماكو شخص يدخل الامتحان وهو ضامن درجته، ومهما حدث هناك بيوم الامتحان فيعني هذا ما راح يخليك شخص افضل او شخص اسوأ، لانه انت اولريدي المفروض شخص جيد، ومو بحاجه لامتحان او تقييم شخص حتى تثبت هذا الشيء. كل اللي انت بحاجه تسويه هو تخلي مجهودك ينعكس من خلال حركاتك بذاك اليوم، وهذا اشوفه اسهل شيء. هذا هو، اتمنى ان تكونون بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.